سلمان أهلا بك، هل لك أن تضعين في أجواء أحداث عين الحلوي لهذا اليوم؟ نعم، في الحقيقة داليا، يعني قبل أن أبدأ بتفاصيل هذه الاشتباكات التي وقعت عصر اليوم، أود الإشارة أنه عند الساعة 7 من مساء هذا اليوم تجددت الاشتباكات بقذيفتين من نوع B7 وعدة رشقات رصاص بعد أن كان ساد الهدوء لساعات. وفي التفاصيل عن ما جرى خلال عصر اليوم، أنه اندلعت هذه الاشتباكات بين عناصر ينتمون إلى حركة فتح وآخرون ينتمون إلى التنظيم الذي كان يعرف سابقا بتنظيم جند الشام. أسفرت هذه الاشتباكات عن سقوط قتيلين وستة جرحى، أحدهما هؤلاء القتلى أحدهما طفل. هذه الاشتباكات التي وقعت على أثر الحادثة التي كما أصبحنا نعلم أنها كان هناك محاولة اغتيال تستهدف قائد العام للكفاح المسلح العقيد محمود، القائد العام للكفاح المسلح الفلسطيني العقيد محمود عيسى الملقب باللينو. عندما جرت هذه احباط هذه المحاوله جرى اعتقال اثنين، بعد ان جرى ايضا تبادل لاطلاق النار، وعلى اثر تسليمهم بالامس الى الاستخبارات الجيش من قبل اللينو جرى اعتراض عدد من الشبان وقطعوا الطريق بالاطارات المشتعلة وفي حي حطين في شارع مسجد خالد بن الوليد احتجاجا على تسليمهم إلى مخابرات أو استخبارات الجيش. أيضا كان يعني عناصر من فتح اعتذروا هؤلاء الشبان الذين يقطعون الطريق وبدأ إطلاق النار وبدأت أيضا القذائف من نوع B7 وتطورت الإشكالات بشكل عنيف جدا ما أدت إلى نزوح عدد كبير من الأهالي باتجاه مدينة صيدا والبعض الآخر باتجاه يعني الأماكن الأكثر أمانا داخل المخيم. نحن في هذه اللحظات نقف عند المدخل الغربي لمخيم عين الحلوي، وهي النقطة الأقرب إلى حيث دارت الاشتباكات يعني بعد عصر اليوم عند الساعة 5 ظهرا. إذا هذه الاشتباكات وقعت على أثر تسليم هذين الموقوفين من قبل إلى الاستخبارات الجيش، اعتراض منهم، وعلى يعني إشارة أود الإشارة داليا إلى أنه جرى التداول هنا في المخيم أن أحد المتهمين باغتيال محاولة اغتيال اللينو هو قد يكون ينتمي إلى فتح الإسلام. إذا الأجواء يعني هادئة، لكن كما سبق وذكرت بين الحين والآخر نسمع رشقات رصاص متقطعة. الأجواء هادئة ولكن العائلات تنزح إلى بعض الجوامع القريبة سواء من مدينة صيدا خارج المخيم أو حتى في داخل المخيم. هذا أبرز هذه الأمور. طبعا هناك بعض الاتصالات التي جرت على مستوى الشخصيات السياسية في مدينة صيدا والشخصيات الفلسطينية. هذا كل شيء داليا حتى الساعة.